السؤال يا جماعه، علي العمير وين؟ علي العمير وين اختفى؟ انا خابره قبل ايام انتخابات المجلس هذا كل يوم جمعه يطلع يقرا سوره الكهف، وما سوره الكهف قريتها انا سوره الكهف، وقرينا الايات والاذكار اللي يكتبها، بس بعدين ما عاد قال لنا اقرا سوره الكهف، ما عاد قال لنا، ما عاد حط لنا اذكار، ما عاد حط لنا احاديث، ما ادري وين راح. يا دكتور علي العمير، نحن نحتاج نحتاج الى الايات اللي تحطها، ونحتاج الى العظات التي تنشرها في تويتر، على الاقل انشر في تويتر، اذا ما تبي تشارك في مجلس الامه انشر في تويتر، يعني خلنا وياك الصوره وفي هذه الحكومه. لكن اذا علي العمير مختفي عن الساحه، فبالتاكيد ناس ما عندهم خبره، على قول خالد شليمي، يتركون الحكومه تفعل ما تريد، والحكومه تخرخر تخرخر. حتى وزاره الداخليه اللي المفروض اكثر وزاره متماسكه وما فيها اي مجال للثغرات، هي اكثر وزاره تخرخر. كلكم شفتوا اللي صار للاعلامي شو اسمه البصري، فيصل البصري، هالشاب تعرض للشتيمه، راح اشتكى، قالوا له، قال بشتكي على فلان المغرده الفلانيه، قالوا هذه والله ما حد يقدر يوصلها، يعني ما يعرفونها. رجع ابن الحلال لقى صوره الشكوى محطوطه مع شتيمه لامه، ولا احد يعبر، احد في وزاره الداخليه اللي يقول لك وزاره الداخليه في قبضه وزير الداخليه، لا حاشا بالله، وزير الداخليه لا يدري عنها، وكيل وزاره الداخليه لا يدري عنها، تخرخر الامور من تحتهم والماء يخر على القاع، والكويت بيد الحافظ سبحانه وتعالى. بعد الفاصل سأتحدث مع عضو لجنة رصد الانتهاكات رنا السعدون، ابقوا معنا.